السلام عليكم، مساء الخير. قبل كم يوم رحت المحل لفة الدينموات حقات هلمة، أبي لي محرك حق صنفرة، أولف عليه صنفرة عندي بالمنجرة. لقيت أشكال وأنواع، ما بخلاف، من نص حصان إلى حصان، رجمة من الأرض إلى السقف. كم الأسعار؟ على 500 ريال، 400 ريال، 600 ريال. بالنسبة لي السعر مناسب جدا وأقدر أخذه، أحسن من صنفرة أشتريها ب 5000 ريال، ب 4000 ريال من أمازون، أو يعني بالقليلة إذا 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 هي ماركة ما هي شيء، على 1700 ريال وحولها الرقم. وش اللي صاير بالدينموات؟ أنا مثلا عندي دينمو سمنان اللي هو عند 90% من سكان السعودية، غالبا اللي يصير بالمشاكل اللي بوه، أما المروحة أو البوبينة صغيرة هنا بالتشغيل فوق، فخلاص انتهى هذا، ما ينفع. اتركوا صاحب الدينمو، اتركوا عند الكهربائي وراح اشترى له واحد جديد. فالشاهد او اللي انا باصل له انه لا ترمي شيء، حاجة خربانة طيب خذها وخلها عندك، ممكن تحتاجه. زي هذا انا يوم لقيت الاسعار على 500 ريال تذكرت ان عندي دينموات انا حافظهم، هذا الحين عندي ثلاثة وهذا الرابع، اشيل الطرمبة هنا والمراوح حقات الماء وركب اذا في بوبينه خربانه وانتهينا، وصلحه صنفره ما تكلفت علي ولا شيء، بدل ما اروح اشتري من امازون ب 5000 ريال. هذا دينمو ممتوت عندي مرمي عندي.